مش عارف وين ودي الزفت وش هو مش عارف وين راح. هذه هي صورة الوضع على مفترق بهلول غرب مدينة غزة في بين حيي الشيخ رضوان والنصر بعد انسحاب قوات الاحتلال منذ فترة طويلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. قوات الاحتلال كانت تتمركز في هذا المكان ولم تكن تسمح لأحد بالوصول إليه. هذه هي صورة الوضع على هذه المنطقة وهذه مشاهد الدمار والخراب التي خلفها تواجد قوات الاحتلال في هذا المكان. نحن هنا في منتصف مفترق بهلول غرب مدينة غزة في حي الشيخ رضوان. هذه المنطقة بالعادة وما قبل الحرب كانت تعجب الحياة وكانت تعجب المواطنين وبالحركة وتنبض بالحياة، إلا أنها بعد انسحاب قوات الاحتلال تبدت هذه المشاهد، مشاهد الدمار ومشاهد الخراب ومشاهد التدمير وتجريف البنية التحتية في كامل المنطقة. بالطبع أصبحت المنطقة كومة من الخراب والدمار، والمنطقة هي منطقة أشباح حقيقة بفعل تخريب قوات الاحتلال طوال الأشهر الماضية ومنذ بدء الاجتياح البري في 26 من أكتوبر من العام الماضي.